لازم لازم نقابل هيا عبد السلام. اكيد نبيها. طب تبين اخذيها كذا وياك على الهواء كلميها. يلا وياك الحين معنا اتصال مع الجميله والمميزه الصراحه تستاهل هذا النجاح الفنانه هيا عبد السلام. السلام الو عليكم. يسعد لي مساج. الف الف مبروك. الله يبارك فيكم. مشكورين حبايبي. واول شيء احب اسلم على كل الموجودين بالاستديو ومسي على متابعين قناه السيف. هيا دموعك غاليه علينا والصراحه تستحقين هذا النجاح. كلمينا عن شعورك في هذه اللحظه. شوفوا اكون يعني اكون بامانه معاكم. انا كنت محاضره وايد حكي بس صعد فوق نصرح ما هيا المشكله. هيا اول شيء مساك الله بخير معالي. مساك الله بالنور. ويل لونج تايم. من اخر مره انا وياك كلام اصفر. ها ان شاء الله قريب كلها يومين واشوفك. يا رب يا رب. اقول لك هيا والله العظيم وانت قاعد تتكلمين قاعد اقول حق رهام انا اعرف هالانسانه شنو. فوانت قاعد تتكلمين يعني شلون الكلام دش في بعضه. الفرحه اللي انت مريتي فيها عشان كذي يمكن حسيتي عرفتي خنقتك العبره. فوالله أيوة. والله العظيم مو بس احنا كل فانزاتك كل الشعب الكويتي كلنا احنا فعلا نقول لك انت فعلا خير من يمثل افضل فنانه خليجيه لعام 2017 2018. تستاهلين. تستحقين النجاح. تستحقين هذا النجاح الجميل دائما. هيا سؤال لك. هيا سؤالي لك ابي اعرف. انا طبعا ذكرت بعض الفنانين الموجودين كانوا من طبعا صاحب سلسله افلام مسلسلات هذه ارطغرل وطبعا فنانة ابن زيدان وسميرة سعيد. يعني العمل نخبة كبيرة من الفناني. نبي نعرف منو كان بعد من الفنانين الخليجيين اللي تم تكريمهم في مهرجان الضيافة. في من الخليج طبعا حبيبتي واختي والفنان الجميل الراقية هيفا حسين. زوجة الدكتور حبيب هي بعد كان مكرمة من ضمن الموجودين. وكان في فنانة تشكيلية إماراتية اسمها بس اذكرها هدى ما اذكر الاسم الاخير. أيه. بس ايضا هي من فنانين تشكيلية الاماراتيين كانت موجوده بعد مكرمة. ممتاز. واعتقد بس لا هي والله بس حسب اعتقادي. زين هيا كلمينا شوي عن مسلسلك الجديد. شنو استعداداتك اللي راح تدخلها ان شاء الله بعد يومين ومن الفنانين الابطال اللي معاك في هذا العمل؟ اي المسلسل باذن الله تعالى اسمه اجنده. المسلسل من تاليف مريم نصير اللي هي مؤلفه كلام اصفر. صح. ومن ابطال العمل الاستاذ الكبير سليمان ياسين. واخوي اللي معاكم بالاستديو عبد الله طليحي. الله يسلمك. وفؤاد علي ومحمد الدوسري ليلى عبد الله ريم رحمه وفي بعد نجوم ثانيين. خلال هاليومين اقدر اقول اكثر منهم بس يعني ما ابي اطرح. يا رب يا رب. عسى الله يوفقك ان شاء الله يا هيا. وان شاء الله بانتظار اعمالك الجديده في رمضان القادم وان شاء الله تكسرين الصخر يا رب. اكيد عمل راح يكون مميز ان شاء الله. والتوفيق للجميع ان شاء الله وموفقين يعني. تستاهلين باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. شكرا لك وعلى مداخلتك هيا عبد السلام. هذا طبعا خبر جميل. خبر الاول هذا استانست على هذا الخبر لان هي تستاهل. طبعا طبعا تشجيع وبجدار زميلتك. اكيد اكيد. الله يوفقها يا رب. شنو عندنا خبر ثاني؟ في خبر ثاني.